طاجيه انا سلقتها في خطوتين، يا اما بننقعها قبليها ب 24 ساعه بعد كده نسويها، يا اما نسلقها، دي الحل الاسهل يعني. انا سلقتها وطماطم متقشره ومخليه، جوز الطيب، كزبره، ثوم مفروم، بصل متقطع، كاريه صغنن، ولحمه فيها شويه ده وزبده. طبعا عايزين تجيبوا لحمه ما فيهاش اي نوع من الدهون ما فيش مشكله، بس الخضار ساعات بيبقى محتاج اللحمه دي عشان بيديله نكهه احلى. هنحط الزبده وهنتبلها بشويه من الثوم المفروم والكزبره، هنحط نص الكميه تتقلى كده ونص تاني مع اللوبيا وجوز الطيب ونقلبه كده كويس. اللوبيا مش محتاجه ان احنا نشوحها لان هي بصوا مسلوقه وطريه جدا، لو شوحتها هتتهري قوي مننا، فهنسبك الطماطم كويس قوي ونشوح البصل كويس كمان، فهتطلع اكنها كانت متشوحه بالظبط كده. 5 دقايق وبعدين ابتدي احط البصل. شايفين اتحمرت ازاي؟ وعايزه اقول لكم بقى التوابل اللي احنا حطيناها على الزبده دي مهمه جدا، بتخلي طعم اللحمه حاجه متغيره ومش قادره احكي لكم ريحه حلوه ازاي بجد. هنحط دلوقتي بقى البصل وهنسيبه كده يدبل شويه، هنسيبه يدبل وهنحط الثوم المفروم وهنحط بقيه التوابل، الكزبره، كزبره وجوز الطيب وثوم مفروم وبصل حطيناه. نحط بقى الطماطم، ممكن بشر طماطم وممكن زي ما انا حطاها كده طماطم مخليه. نقلب بس، هسيبها بقى لغايه ما تغلي، واول ما تغلي هقول لكم بقى ايه هنعمل ايه. انا حاطه كده بران فخار في الفرن سايباه يسخن خالص، هو سخن. نبتدي نحط اللوبيا، ونقلبها كده بس، وهنستنى بقى اللحمة لحد ما تغلي بعد كده نحطها على اللوبيا وندخلها الفرن. طلعت اللوبيا من الفرن، شايفين شكلها عامل ازاي؟ اقول لكم بقى الخطوات. انا حطيت زبده وسيحتها وسخنتها، بعدين حطيت جوز الطيب وكزبره ناشفه، وبعد كده حطيت اللحمه قعدت اشوح فيها كويس قوي، وبعدين حطينا البصل والثوم شوحناه كويس جدا، بعد كده حطيت الطماطم، وبعد كده طلعتها من الفرن، اصلا كنت مسخنه الفخار ده، حطيت في اللوبيا قعدت اشوحه وحطيتهم كلهم على بعض ودخلتهم الفرن لمده 3 ساعات.